أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بشائر الخير التي سمعتها من بعض الأساتذة في المدرسة أن صلاة الجماعة تقام في هذه المدرسة المباركة. هذا شيء عظيم وفضل عظيم وحرص على الخير. لذلك سيكون لقائي وكلماتي تتناول كيف يمكننا أن نحقق الصلاة المقبولة، كيف نحقق الصلاة المقبولة عند الله تعالى. تتحقق الصلاة المقبولة عند الله تعالى بأمور عديدة. من هذه الأمور أن نحرص على أن نتفقه في أحكام الصلاة. الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. إذا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نتعلم بالصلاة. وكتب كثيرة لله الحمد مفيدة ومعينة، حبذا أن نحرص على مطالعتها وقراءتها. من هذه الكتب تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان، الإيمان بالدين السالمي. ومن هذه الكتب كيف أصلي، الشيخ الدكتور علي بن هلال العبري. هذه كتب يسيرة وسهلة ومعينة على التعلم. إذا لا بد أن نتفقه في أحكام الصلاة حتى نعد الصلاة الصحيحة، وحتى أيضا نسترجع ونستذكر ما قد نكون قد نسيناه أو لم ننتبه إليه. ثانيا، الطهارة. لا تقبل الصلاة عند الله تعالى وللمصلي يصلي على نجاسة. والإسلام دين عظيم جاء لتطهير هذا الإنسان. طهارة القلب وطهارة الجسد. طهارة القلب بعبادة الله وعدم الشرك بالله، بصفاء القلب وعدم الحسد وما شابه ذلك، وطهارة البدن من النجاسات. فلا تصح الصلاة لإنسان في بدنه كبرت الله من البول أو الغائط أو الدم أو ما شابه ذلك من النجاسات. إذا الإنسان يتعاهد نفسه، أنه لا يصلي إلا وقد نظف بدنه ونظف ثوبه ويصلي في مكان طاهر. هذه النقطة الثانية، والصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها. بعض الناس مثلا الفجر للأسف إذا قام وقال إن الوقت المدرسة لا يصلي، هذا خطأ. لا، وعندما تنتبه مباشرة تصليها. فحرص على تصلي الفجر في جماعة، لكن لو استيقظت متأخرا ليس معنى ذلك تضيع صلاة الفجر. إذا كان وقت شروق تنتظر حتى تكتمل الشمس من شروق ثم تصليها، لكن لا تضيعها ولأنها دين عليك. هذه نقطة. ثم بعد الطهارة الوضوء. الوضوء دائما نتعلم أحكام الوضوء، والوضوء سهل ويسير. حتى لو كنت تعلمت في السابق راجع حين والآخر، كيف تمضمض، كيف تستنفق، من أين إلى أين تغسل الوجه، اليد إلى أين، وما شابه ذلك إلى آخر الأعمال الوضوء التي تعرفونها. ثم بعد ذلك أيها الأبناء، أنت تذهب إلى الصلاة، تذهب وبحسن أدب وبالأخلاق وتستعد للصلاة. ثم لما تصلي، الخشوع شرط لقبول الصلاة عند الله تعالى. من يلتفت هذا لم يخشع في صلاته، من يلعب بثوبه هذا لم يلتفت في صلاته، من يتكلم أو يقطع. لا تتشاغل أثناء الصلاة إلا بالنظر إلى موضع السجود. انظر إلى موضع السجود ولا تلتفت لأي شيء يشغلك عن الصلاة. توضأت وأحسنت الوضوء، اذهب إلى مكان الصلاة واستعد لتأدية الصلاة بهذه الطريقة. إن فعلت هذا فإنك أيها الطالب أقبلت إلى الله تعالى إقبالا صحيحا. بجانب هذا، احرص أيها الطالب على أن يكون لباسك لباسا ساترا للعورة، لباس معتدل كما دعاه الإسلام، لا يكون في كشف العورات. وبالتالي لا يجوز أن يصلي مثلا لابس ثياب وجزء من العورة ظاهر غير مغطى، إلا طبعا إذا كان مغطى بحيث ما تظهر عورته هذه. أيضا في المقابل بالعكس، الإسلام معتدل، لا إسراف وأيضا لا إفراط ولا تفريط. أيضا لا يكون نوع من الإستار. لو إنسان في يوم من الأيام فصل ملابسه نزلت عن كعبيه، يذهب إلى الخياط ويطلب منه أن يقصر هذا الثوب بحيث لا ينزل عن كعبيه، عن كعب موضع الكوزة هنا لا ينزل عن كعبيه.
عليه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن ضمنهم المسبل. من ضمنهم، فتتصور شخص مفرد برحمة الله، كهل يقبل عمله عند الله؟ أنت تريد أن يقبل عملك عند الله تعالى، فبالتالي تستعد للقاء الله بلباس حسن، بلباس حسن، إذا بلباس نظيف طاهر تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤدي العبادة وأنت تداهر الله بمعصيته. هكذا أيها الأبناء نحرص دائما على أن ننظر ماذا دعانا الرسول نفعله، ماذا نهانا الرسول نتجنبه، كيف نصلي كما أمرنا الرسول، ومتى نصلي كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحقق لنا الخير، يحقق لنا الفضل، يحقق لنا الثواب العظيم عند الله عز وجل. ولنحرص على أن نحافظ على صلاة الجماعة، سواء كان في المدرسة أو في البيت أو في أي مكان، لماذا؟ لأن في هذا فضل وثواب واستجابة لأمر الله. الله تعالى قل اركعوا مع الراكعين، إذن صلاة الجماعة واجبة علينا، وأوجب الله سبحانه وتعالى علينا، ولها فضل عظيم. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، إذا لا نضيع هذا الفضل وهذا الثواب العظيم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا والأمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم تعالى آمين.